الله أكبر. انتصارات جديدة يحققها الثوار في ريف القنيطرة بالسيطرة على عدد من السرايا العسكرية والحواجز التابعة للنظام، وذلك بعد إعلان لواء أبابيل حوران إطلاقه معركة تحرير السرايا المتواجدة هناك. اشتباكات عنيفة دارت بين الثوار وقوات النظام أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف النظام، بالإضافة إلى تمكن الجيش الحر من تفجير سرية الجاموسة التي تقع بالقرب من الجولان المحتل والسيطرة عليها بشكل كامل واغتنام عدد كبير من الأسلحة. تقدم الجيش الحر يظهر أيضا في تمكن لواء السبطين من تحرير مرصد بقرية رسم الدرب في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد اشتباكات دارت في محيط السرية الرابعة التابعة للواء 61. الثوار تمكنوا كذلك من تحرير حاجز الحيران وقطع الطريق الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لتل الجابية، وتحرير حاجز ثانوية الحيران وسرية أم السوس وسرية أم الطواحين الأولى وسرية أم الطواحين الثانية والسرية الأولى، واغتنموا بعض العتاد وقذائف الهاون ومجموعة من ألغام ميندال وتفجير جسرين وقتل أكثر من 20 عسكريا وتدمير آلية عسكرية وناقلة دبابات، كما قاموا باقتحام حاجز أوفانيا بعد حصار دام أكثر من 5 أيام، وأعلنوا أن قرية أوفانيا أصبحت محررة بالكامل. قصف على مدينة القنيطرة المهدمة. رد النظام على الانتصارات التي حققها الجيش الحر جاء بالقصف المركز على قرى وبلدات ريف القنيطرة، والذي أسفر عنه استشهاد قائد غرفة عمليات الجيش الحر في القنيطرة العقيد الركن صقر الجولاني المعروف بأبي صخر، كما أطلق النظام قنابل ذات لون أبيض والتي تبين أنها فسفورية، وقصف سد الناصرية بالمدفعية الثقيلة والهاون، والناشطون يحذرون من وقوع كارثة انهياره إذا استمر القصف عليه. إصابات الأسد، الله أكبر.